بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم يا رب وعلى حبايبكم وسعيد عليكم يا رب. النهاردة هنعمل وصفة خفيفة قوي، هنعمل كنافة بس بطريقة مختلفة وجديدة، وطبعا عشان الوقت ورمضان مش عايزين نضيع طول اليوم في المطبخ. المكونات اللي عندي دي حوالي ربع كيلو كنافة طازة مش في الفريزر يعني لسه طرية، حوالي 3/4 كوباية سمنة سايحاها، ده بقى خليط ما بين جوز الهند بس محمراه، جوز الهند العريض والصغير مشوحاه كده تشويحه من غير زيت في مقلاه تيفال وعليه شويه زبيب. نبدا مع بعض الوصفه. نبدا تاني مش مشكله. الاول هنعمل سمنه كده في الصينيه اللي هنعمل فيها، عشان احنا اصلا مش هنعتمد على السمنه كتير فلازم يكون في سمنه تحت. تمام. المكون بقى الجديد بالنسبه لنا خالص ده الفنجان، ده شايفين الفنجان ده اللي هعمل بيه الكنافه. الاول الفنجان هبدا الاول اعمله من جوه سمنه، وشوف شو بقى الطريقه بتبقى عامله ازاي. اهو كنافه اهي طريه، مش عاوزاها ناشفه يعني ما ينفعش في الفريزر وتكون مرجوله، لازم تكون طريه. تمام. هحاول كده، ممكن بقى اما احشيها او اسيبها ساده واحط جنبها ايس كريم، اكلها كده سهله من غير مكسرات. في ناس مش بتحب المكسرات قوي، انا مش حاطه مكسرات قوي يعني، جوز هند عندك في البيت مش لازم نكلف نفسنا يا جماعه تكلفه جامده عشان رمضان. بلفها بالطريقه دي اهي اهي، هتطلع معايا بالشكل ده، شايفين الشكل ده، وهبدا ارصها في الصينيه. انا مش محتاجه من تحت يبقى تحتها سمنه في الكوبايه في الفنجان لان هنا سمنه. هبدا اتعمل كمان مره، هعمل المره دي من غير اي مكسرات، مش محتاجة كل مرة كمان احط في الفنجان سمنة، يعني ممكن كل مرتين او حاجة. ادي الفنجان بتاعي اهو، سمنة لسه فيه، انا عاوزة الاكل بتاعي يبقى خفيف بالشكل ده. تمام اهو، وهبدأ الفها بنفس اللفة كده كده، شايفين شكلها جميل ازاي اهو. ابدا اعمل كمان سمنه، لاحظتوا هنا ان انا باخد سمنه بسيطه قوي، فعشان كده الاكله بتاعتي ان شاء الله تبقى خفيفه وتعجبكم، يا رب تعجبكم اهو. شويه مكسرات معلش، المكسرات اللي موجوده عندي في البيت طبعا، تحطي بقى السوداني، في ناس مش بتحب السوداني في رمضان كتير، تحطي بقى بندق، عين جمل، فستق، اي حاجه متوفره عندك، احنا مش عاوزين نكلف بعض بالشكل ده اهو. وابدا احطها لحد ما نخلص بقيه الكميه واوريكم الشكل النهائي. وده الشكل النهائي للكنافه بعد ما خلصنا الكميه، طبعا لان الكنافه اساسا بتحتاج سمنه، احنا برضو مش عاوزين نكتر سمنه. انا كل اللي هعمل كده هسقيها سمنه بنقط، يعني انا مش بكتر سمنه لو ملاحظين اهو. طبعا في ناس بتغرق الكنافه سمنه، احنا عايزين يا جماعه اكلنا يبقى خفيف عشان رمضان وعشان الصيام وعشان نتعود كمان على كده. تمام كده اهو، هدخلها الفرن لحد ما تحمر، لو حسيت ان هي ما احمرتش من فوق قوي هشغل الشوايه وبعدين اوريكم هنقدمها ازاي. شايفين شكل الكنافه لونها من تحت فظيع اهو، طبعا هي سخنه جدا دلوقتي، هسقيها بالعسل اهو. صوت العسل طبعا العسل يكون بارد وهي سخنه. انا ما عملتلكوش السيرم بتاع الكنافه، بس هو عباره عن كوبايتين سكر وكوبايتين الا ربع ميه وعصره ليمون، يغلوا على النار شويه واحط لهم فانيليا. هعمل لكم مره حلقه فيها السيره، هقدمها لكم دلوقتي ونشوف شكلها النهائي. شكل النهائي للكنافه، انا حطيت هنا مع الساده بولت ايس كريم، حطيت معاها بولت ايس كريم، والتانية هرش عليها جوز هند وزبيب. يا رب الوصفه تعجبكم والف هنا وصحه على لكم.